الخطوات العملية من البرلمان. أول شيء يقرون قوانين الفساد كلها وفكونا من مسألة التسويف. أخشى ما أخشى عليه في هذا الموضوع الجاد أن يذهب من خلال التصعيد الانفعالي. القضية المليونية وسلة القوانين المحاربة للفساد على الطاولة الحوارية للقاء الرأي ما بين تحليل المعطيات الحالية واستشراف متطلبات المستقبل. وفي الشأن المحلي ومن برنامج لقاء الرأي، قال أستاذ القانون الدستوري محمد الفيلي أن المحكمة الدستورية لم تبت بعدم دستورية الاستجواب المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري، بل فسرت بعض مواد الدستور الخاصة بالاستجواب بناء على طلب الحكومة، وأن على الحكومة والمجلس قراءة التفسير الصادر عن المحكمة وإسقاطه على الاستجواب وعلى كل الاستجوابات. وفي شأن آخر وحول قضية الإيداعات المليونية، قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد، قال إن متطلبات المرحلة الحالية في ظل القضية تفرض إقرار قوانين الفساد والذمة المالية فورا. ربا بداح تقرأ المزيد عن مواقف الضيفين في التقرير التالي. حتى قرار المحكمة الدستورية بتفسير بعض مواد الدستور بشأن الاستجواب المقدم من النائبين عبد الرحمن العنجري وأحمد السعدون والمقدم لرئيس الحكومة، حتى برحاله على طاولة النقاش في برنامج لقاء الرأي، ففي وقت شدد فيه أستاذ القانون الدستوري محمد الفيلي على ضرورة فهم القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بالأمس على أنه قرار تفسيري لبعض مواد الدستور، دعا رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد الحكومة والأعضاء إلى الغوص في معنى التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية والالتزام به في كافة الاستجوابات. الآن وفق قرار مجلس الأمة، صدر قرار عن المجلس بوقف نظر الاستجواب إلى حين صدور قرار التفسير عن المحكمة الدستورية. وبعد ذلك الأصل أن نرجع إلى المجلس مع هذا القرار في التفسير لننظر إلى أي حد وفق هذا القرار محاور الاستجواب تتسق أو لا تتسق مع الفهم السليم لنصوص الدستور. طبعا هذا التمرين يفترض أن تقوم فيه بالدرجة الأولى الحكومة، لأنها هي التي قالت في الأصل بأن هذا النص لا يفهم بهذا الشكل، ثم يجب أن تقنع مجلس الأمة. قرار التفسير يعني أكد مجموعة نقاط. النقطة الأولى أن كل من صوت من أعضاء المجلس على حالة الاستجواب للمحكمة الدستورية وكذلك الحكومة طبعا قد اتخذ الإجراء الصحيح قانونا. نعم. قانونا، واستند صحة هذا الإجراء يقينا من قرار التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية. والسبب أولا أن المحكمة لم ترد الطلب في قبول شكلي. نعم. واحد. رقم اثنين، الشك الذي كان عند الحكومة والأعضاء الموافقين على الإحالة، نعم، قرار التفسير اليوم قال إن هذا الشك كان في محله. القضية الثانية التي توقف عندها ضيفا اللقاء كانت الإيداعات المليونية، والتي فتحت باب النقاش حول أهمية أن يسارع مجلس الأمة من خلال اللجنة التشريعية إلى الانتهاء من إعداد التقرير النهائي بشأن قوانين الفساد والذمة المالية استعدادا لإقرارها مع بداية دور الانعقاد القادم. في موضوع الإيداعات الآن أنت قاعد تطلب خطوات عملية لمعالجة هذه الفضيحة. نعم. الخطوات العملية من البرلمان، أول شيء يقرون قوانين الفساد كلها وفكونا من مسألة التسويف والمناقشة وبنروح اللجنة الفلانية وبنجيب الخبير الفلاني. نعم. يتفقون وحطون جلسة خاصة وينجزون هذه القوانين كحزمة. نعم. وهي موجودة صار لها سنتين. أنا على كل هذا اللي قاعد يجري الآن في مجلس الأمة في موضوع كشف الذمة المالية والوثائق والمدري شنو، أكو إجراء واحد محترم وقانوني ويوصلنا للنتيجة اللي نبيها. البلاغ اللي قدمه نائب رئيس مجلس الأمة الأستاذ عبدالله الرومي
هو هو بلاغ للنيابة العامة وقعوا عليه مجموعة من الأعضاء، وأنا أستغرب صراحة اللي ما وقعوا على هذا البلاغ في كشف ذمتهم المالية وفحص ذمتهم المالية لدى النيابة العامة. شو اللي رادهم؟ أنا أخشى ما أخشى عليه في هذا الموضوع الجاد أن يذهب من خلال التصعيد الانفعالي، أن نصعد انفعاليا ونبتدئ والكل حتى من نعلم احنا ككويتيين بالنهايه يجب ان تقال احنا كلنا عيال قريه وكل من يعرف اخيه، يعني حتى منهم نرى ان ذمتهم الماليه ليست فوق مستوى الشبهات ينادون بانهم هم يعني اعلى في اعلى درجات النقاء من ناحيه الذمه، وندخل في تصعيدات وندخل في ثم ننتهي الى لا شيء. بالتالي أنا أفضل أن نقلل التصعيد ونكثر العمل. الأثر الراجعي لا يرتبط بتأييدي، يرتبط بأحكام الدستور. الدستور يجيز الأثر الراجعي في غير المسائل الجنائية،